بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا نبرمج الراديو باتون، طب انا عايز بقى الكود يشتغل اول ما الراديو باتون اليوزر يعلم عليه على طول. ساعات بيبقى عايز اخد اكشن على طول مسافه ما اليوزر يكليك او شيء. انا لسه ما زلت في الاون كريت فانكشن، عايز اكتب كود اتعامل فيه مع الراديو باتون اللي موجود عندي اوتوماتيك، يعني اول ما يدوس يحصل الايفنت على طول، مش ادوس وادوس على الباتون بتاع التشيك ستيتس فيطلع لي الستاسي. هقول له جندر راديو باتون جروب، جندر ريدي جروب دوت الفانكشن هشتغل عليها حاجه اسمها سيت اون تشيك تشينج ليزنر. سيت اون تشيك تشينج ليزنر دي لما التشيك يتغير بتبعت لي بارامترز زي هي اوتوماتيك، الجروب وده الاي دي بتاع الجروب والتشيك ده اي دي اللي هو الاي دي بتاع الايك بتاع البطن اللي حصل له ايه التشيك، وده اللي انا محتاجه. فعرفت فاريبل سميته جندر بيساوي فايند فيو باي اي دي، وقلت له ايه هيرجع لك راديو باتون واديته الاي دي بتاعه اللي هو التشيك اي تشيك تشيك ذا اي دي. وبالحاله دي كده انا فايند باي اي دي وخدت التشيك اي دي اللي هو هيجيب لي الاي دي اللي هو بتاع الراديو باتون اللي متعلم عليه وخلصت. فخلاص اقدر اقول له بقى توست مسج دوت ايه، هقول له جندر دوت تكست بدل الكاركتر سيكونس خليها دوت تو ستريك. وبكده خلاص جبت التكست وحطه جوه التوست مسج بالفانكشن احنا كنا عملناه قبل كده، او لو انت عايز تشتغل بالتوست مسج العاديه ماشي. وبكده اهو خلاص احنا كده المفترض لما بيكليك على طول المسج بيطلع على طول مباشره زي ما نشوف. ادوس على في ميل قال لي في ميل، ادوس على ميل قال لي ميل على طول بشكل مباشر. وبالحاله دي كده نكون قدرنا نخلي الكود شغال في الايفنت بتاع التشينج للراديو جروب. السلام عليكم.